لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. غريب يا مظلوم كربلاء يا أبا المرء يحسب أنه مأمون والموت حق والفناء يقين. لا تأمن الدنيا فإن غرورها خدع الأوائل والزمان خؤون. ما مر آن من زمانك لحظة إلا وعمرك بالفناء مرهون. وإذا غمرت بلذتين وبنعمتين لا تنسينك حادثين سيكون. وإذا بكيت على فراق أحبتي فلتبكي نفسك أيها المسكين. آخر يقول وإذا رأيت جنازة محمولة، هذا شأن الحياة الدنيا،
يوم يشيع فيه الإنسان مؤمنا من المؤمنين جنازة من الجنائز، وما تمضي الأيام والليالي إلا وقد التحق بركب الموتى، إلا وقد التحق بالرفيق الأعلى. وإذا بكيت على فراق أحبة فلتبك نفسك أيها المسكين. ليش يا شاعر قال لا بد من يوم تفارق معشرا كنت الوجيه لديهم وتهون، والناس منهم ضاحك لم يكترث فيما دهاك ومنهم محزون. وصل إلى بيت المصيبة قال فكأنه اليوم الذي في كربلاء، فكأنه اليوم الذي في كربلاء يوم به طه الأمين حزين، يوم به فرد الزمان قد اغتدى فردا ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عن حرم رسول الله. فكأنه اليوم الذي في كربلاء يوم به طه الأمين حزين، يوم به فرد الزمان قد اغتدى فردا وما إليه هناك معين. ما بين أعدائه عليه تجمعت ينادي لقد تفتت قلبي من الظما. الشيخ التستري يقول في الخصائص حال العطش بين الحسين والسماء كالدخان، ما بين أعداء عليه تجمعت ملء الجوانح من منه ملء الجوانح في الجوى ضغون، ومدعين للعسكر وعين على الصياوي. بارك الله بكم، ونهدي ثواب هذا المجلس إن شاء الله إلى روح هذا المؤمن. مدعين للعسكر وعين على الصياوي، نظرة على الشاطئ ونظرة على المطاعي، سيفه يكثرها وسوي الواحد اثنى والأربعة واحد ينظمها بالأسنان. أنا دين الهدى لازم، هذا نداء الحسين بلسان الحال. أنا دين الهدى لازم أجاهد في علاجه، والدارك وعدل بكل صورة عوجاجة
بعد هذا لسان حالك في هذه المواسم. يا رب أنا مالي عليك بعد في العمر، وانظر الأمة جاهلية وتعبد أوثان، جاه النداء يا حسين أنا ربك وناجي، وعنها الشهادة بالحشور لازم أجازي، يوم القيامة تلتقط هب أعادي، واللي يواليكم يفوز بحور وجنان. الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله جل من قائل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. إكراما لروح هذا المؤمن، عطروا مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. من القوانين التي قام عليها نظام عالم الحياة الدنيا، القوانين التي جعلها الله تبارك وتعالى قانون القرب والبعد، فالإنسان ما دام موجودا في عالم الحياة الدنيا بإمكانه أن يقترب من الله تبارك وتعالى، وبإمكانه أن يبتعد عن الله تبارك وتعالى. يعني بإمكانه أن يتكامل وبإمكانه أن يتسافل، وذلك حسب جنس العمل الذي يأتي به في عالم الحياة الدنيا. السؤال الذي يطرح نفسه: هذا القانون، قانون التكامل والتسافل الموجود في عالم الحياة الدنيا، هل أنه موجود بعد أن يموت الإنسان؟ يعني بعد أن يموت الإنسان هل بإمكانه أن يقترب من الله تبارك وتعالى أو يبتعد عن الله تبارك وتعالى؟ قانون التكامل والتسافل هل أنه متاح أم غير متاح؟ البعض طرح هذه الشبهة، يقول أن ما يخرج به الإنسان من الدنيا من رصيد من الحسنات ورصيد من السيئات، هذا الرصيد يبقى ثابتا كما هو إلى أن تقوم الساعة. يعني لا يمكن أن يزداد رصيده في الحسنات ولا يزداد رصيده في السيئات بمجرد خروجه عن عالم الحياة الدنيا. واستدل أصحاب هذا الإشكال بالحديث النبوي الشريف القائل: وغدا حساب ولا عمل. في مقام الإشكال لابد بأن نوضح نقطة هامة،
إذا مات الإنسان وترك عالم الحياة الدنيا، يعني عالم الآخرة مكون من عالمين مو عالم واحد، ولكل عالم من هذين العالمين نظامه الخاص وأطره وبنوده الخاصة المنفصلة تماما عن بنود العالم الآخر. إذا مات الإنسان يمر أولا بالعالم الأول من عوالم الآخرة، وهو عالم البرزخ. وعالم البرزخ له نظامه الخاص وأطره وبنوده الخاصة، وبعد ذلك إذا قامت الساعة يمر بالعالم الثاني من عوالم الآخرة، عالم القيامة. إذا اتضح هذا لابد من تحديد السؤال أولا، لأن إذا أطلق السؤال بشكل عائم هكذا هذا يؤدي إلى اختلاط المفاهيم وعدم وضوح الصورة. انقطاع الأعمال بشكل نهائي كما ذهب المستشكل، هل أنه موجود في عالم البرزخ أم أنه موجود في عالم القيامة؟ جملة من الروايات الشريفة الصحيحة بيّنت بأن انقطاع الأعمال بصورة نهائية وتوقف رصيد الإنسان من الحسنات أو السيئات هذا حاصل في المرحلة الثانية من القيامة، وهي مرحلة قيام الساعة. أما المرحلة الأولى مرحلة عالم البرزخ، هذه المرحلة من الممكن أن يزداد رصيد الإنسان إن كان من السيئات وإن كان من الحسنات. وهناك عدة نصوص أشارت إلى هذا المعنى، من ضمنها قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني مو فقط في عالم الحياة الدنيا. بعد: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. وعلى هذا إذا خرج الإنسان من الدنيا بنسبة معينة من السيئات ونسبة معينة من الحسنات، هذه النسبة من الممكن أن تتبدل، من الممكن أن تتغير والإنسان في قبره، وذلك من خلال امتدادات الأعمال التي قام بها في عالم الحياة الدنيا. ارجع إلى الآية التي افتتحنا بها الحديث، ماذا تقول؟ إنا نحن نكتب ما قدموا ها وآثارهم، يعني إذا أقام الإنسان وهو في عالم الحياة الدنيا إذا بنى مسجدا أو مكتبة أو مأتما أو أسس لأي عمل خيري، حسنات هذا المشروع الحسن تدخل في رصيده وهو في عالم الحياة الدنيا. بعد روح إلى الجزء الثاني من الآية: وآثارهم، ها؟ يعني إذا استعمل الناس هذا المشروع الخير الذي أنشأه الميت في حياته، آثار هذا المشروع تدخل في رصيده وهو في أين؟ وهو في عالم البرزخ. والقضية هي القضية فيما لو أنشأ، والمرجع لله تعالى والعياذ بالله، لو أنشأ شيئا سيئا ذلك البعيد، لو أنشأ مرقصا أجلكم الله، لو أنشأ بارا أجلكم الله، سيئات هذا المشروع تكتب في رصيده وهو في عالم الحياة الدنيا، واستعمالات الناس لهذا المشروع تكتب أيضا في رصيده وهو في أين؟ وهو في عالم البرزخ. روايات عديدة، آيات عديدة بيّنت هذا الأمر. من ضمن تلك الروايات ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله،
إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعلى ذلك فما يقوم به الإنسان من خير أو شر في عالم الحياة الدنيا، الإنسان لا يتصور أن سيئات وحسنات هذا المشروع تكتب فقط وهو في عالم الحياة الدنيا، لا، امتدادات تلك الأعمال، آثار تلك الأعمال تكتب عليه وهو في عالم البرزخ. إذن فكل حبيب فقد حبيبا، ونسأل الله في هذا المأتم الطاهر الرحمة الواسعة لهذا المؤمن، لهذا الفقيد، وأن يحشره في ركب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حبيب فقد حبيبا ويعلم أن هناك ثغرات ونواقص وعبادات لم تؤدى لدى هذا الحبيب المتوفى، لا بد له أن يعمل على سد تلك الثغرات، باعتبار أن الإنسان الحي له قدرة على رفع مقام الإنسان الميت من درجة أدنى إلى درجة أعلى. وقد يتساءل الإنسان، يقول: ما أهمية طرح بحث التكامل والتسافل؟ هل له أهمية؟ أقول بلى. ارجع إلى كلمات أهل البيت تجد أنهم يخافون على شيعتهم من عالم البرزخ، إلى درجة أنه قد ورد عنهم سلام الله عليهم: احذروا ضيقة. هذا عالم البرزخ. رواية أخرى وردت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أكفون البرزخ نكفيكم القيامة. الإنسان الشيعي، الإنسان المتبع، يوم القيامة يكون في ظل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن بشرط تجاوز عقبة البرزخ، وهذه عقبة كؤود. لو لم يكن إلا عصرة القبر والمستجار بالله، هذه العصرة التي بيّنت بعض النصوص أنه لهولها ما ارتضعه الإنسان من صدر أمه في صغره يخرج من أنفه، منظر مهيب، منظر مروع. ومن أفضل ما يدخل الخير وما يدخل الثواب وما يدخل الحسنات على الميت وهو في قبره، من أفضل الأعمال إقامة مجالس الوعظ، إقامة مجالس التربية، لا سيما إذا ما ضمنت تلك المجالس مصيبة أبي عبد الله. وأنت تربيت في هذه المآتم ونشأت تحت هذه المنابر وسمعت مرارا وتكرارا أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أن الزهراء رسول الله، أمير المؤمنين، الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إذا صار المؤمن في حالة الاحتضار وكان متمسكا بحبل ولايتهم في وقت الاحتضار يكونون إلى جانبه. ولهذا ترى الإنسان المؤمن إذا وقع في حالة الاحتضار وحالة النزاع، وإن كان يعاني من آلام خروج الروح، إلا أنه في واقع الأمر مستر بلقاء رسول الله ولقاء الأئمة الطاهرين من أهل بيته. لكن أسألك، ها؟ سمعت أن الحسين إذا احتضر المؤمن يأتي إليه، لا أعلم إذا نظر المؤمن المحتضر إلى جبين الحسين ماذا يشاهد؟ إذا نظر المحتضر إلى جسد الحسين ماذا يشاهد؟
يشاهد آثار الضربة التي هشمت جبين الحسين. أرباب المقاتل يقولون أن حجر أبي الحتوف قد كسر جبين المولى. ماذا يشاهد المؤمن؟ يشاهد تلك الأضلاع التي هشمتها حوافر الخيل. ابن حوية يقول صرنا نحمي حوافر الخيول في الميدان إلى أن وطأنا جسده فما برحنا جسده حتى طحنا جناجن صدر الحسين طحنا. إلى أن بقي جسد الحسين 3 أيام غير مغسل غير مكفن، تسفي عليه السوافي زواره الوحوش في البيداء، 3 أيام مصبغ بلون الدماء. وأما قبر الحسين، تعرف أين قبر الحسين؟ قبر الحسين فهو في قلب شيعته، ولذا ذلك الشاعر يقول لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب فدعوا الجميع. وهذا لسان حالك يا شيعي، الحسين ما غسل، الحسين ما شيع، ولكن تتمنى أن تكون من المشيعين. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنها بقلبي. إلى أن في اليوم 13 جاء بنو أسد إلى أرض كربلاء، بعثوا بنسائهم إلى شاطئ الفرات ليستسقين الماء. ما وصلت نساء بني أسد إلى شاطئ الفرات وإذا بجسد مهيب مقطع على شاطئ العلقمي. تعرف هذا جسد من؟ تعرف هذه جثة من؟ هذه جثة التي نادى عليها الحسين الآن. انكسر ظهري، صارت الأسديات تنظر إلى ملامح ذلك الجسد، وإذا بيمينه إلى جانب، شماله إلى جانب، القرب إلى جانب ممزقة. عظم الله أجورك. دخلت الأسديات إلى أرض المعركة، ما دخلوا إلا ولون الأرض مصبغ من اللون الأحمر من الدماء. ها؟ وصلوا إلى جسد مهيب، هذه مصيبة تجرح قلبك يا شيعي. وصلوا إلى جسد مهيب، سوت الخيل بينه وبين التراب. وإلى جانب ذلك الجسد يد طفل صغير خارج من تحت الرمال، امرأة، والمرأة من شأنها الرقة من شأنها الحنان. مدت الأسدية يدها، ها؟ مدت الأسدية يدها، أرادت أن تحمل ذلك الجسد، وإذا بالنداء من المنحر الشريف: أسدية خلي رضيعي على صدري، أله المناد وحسينا روحي فدا لك يا الذي للغسل مانك. تريد الشارك في التعزية؟ تريد الشارك في هذا الناعي؟ روحي فدا لك يا الذي للغسل مانا ولا الجنازة هللت من خلف هرجا.
ولا الجسد منا انحمل من فار، ما حد حفر قبره ورا جثته في وحسينا. بعد الشاعر هنا يتساءل يقول: المؤمن إذا توفي ينادي المنادي في البلد، من أراد الثواب فليتوجه لدفن هذا المؤمن، لكن أسألك يا شيعي يا موالي، من الذي نادى على جنازة الحسين؟ عمر ابن سعد نادى: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري واسحقي صدر الحسين. أله المنادين وحسينا، الكافور تربى والغسل دمه الجاري، بعد والجفان فصلى أبو محمد بوا. وين قبر الحسين يا شيعي؟ وقبره بقلب اخته الخذاها بجمل عا بعد، وقلب الذي افنى حياته في بواكي. الميت اذا مات الخلق تحضر جهازه. يلا ابياتكم ابياتكم. وتتسارع العالم على سرعه وجازه عليك، ويصيح صايح في البلد عدكم: يا سلام قوموا واطلبوا من الله الأجر في وابن البتولة، ما حصل واحد ينادي، قوموا عن الغبرة ارفعوا مهجة الها. حصل منادى دركب ظهور العوادي، قامت بنات الأعوجية داست على وحسين. ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا عارئ، تجول عليه الخيل عادية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل منا الأعمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال، بحق محمد والآل. اللهم شاف مرضانا يا الله، اللهم فك أسرانا يا الله. السعيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبه، أصعد بروحه إليك، لقه حجته يوم يلقاك، جازفه اللهم في الحساب مجازفة، ولا تناقشه مناقشة،
خفف اللهم لنا وله ثقل الثرى، احشره اللهم في ركب نبينا محمد وأهل بيته الطاهرين، إلى روحه وإلى أرواح موتى المؤمنين والسامعين، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.